سال بطاط المغرب وزن 45 كيلوغرام سنة 2019. أول لقب لي هو بطاط العرب، خديته هذا العام في 2022 في مدينة الفجيرة بالإمارات. دازت المنافسة ديال بطولات العرب في أجواء زوينة، وكانت منافسة ما بين الأوزان، حيتاش كانوا حضروا أبطال أولمبيين، وما بين الفرق اللي كانوا معنا تما كانوا داروا ديستاج على برا، وبالنسبه لنا حنا المغاربه ما درناش ديستاج على برا، وجدنا نيس هنا درنا معسكرات في المغرب نيس. هذا اللقب ما يلا اول لقب يعني في المسيره ديالي، باقي طموح ان شاء الله، طموح ديالنا حنا كاملين المغاربه وكاع اللي زاروا في كيلعبوا كاع في المغرب، هو اولمبياد 2024 في باريس ان شاء الله فرنسا. اصلا اولا شفتو عن جدارة واستحقاق، لان كنستحق هذا اللقب اللي خديتو، واخا الامكانيات ما كانوش مساعديني بزاف. معكم الاستاذ حميد الدحاوي، المدير التقني ديال جمعيه اتحادية عميره المنتميه للعصبه ديال سوس مسا، الاستاذ والمونيتور ديال بطله المغرب نزهه العسال، وبطله الدوري بالفجيره المصنف بطوله العرب الفجيره المصنفه من جمعه جوج. جيتو بهذه المناسبه كنقدموا جميع التهاني للصحافه اللي حاضره معنا للتغطيه ديال هذا الاستقبال ديال البطله بهذا الانجاز الغير المسبوق بالجهه ديال سوس اللي حققته. كنتمنوا لها التوفيق، كنتمنوا ان شاء الله الحضور في منصات دوليه ومنصات عالميه بمستوى عالي اكثر، بطولات عالميه، والحلم ديالنا وهو اللقب الاولمبي ان شاء الله هو الحلم ديالنا. المسؤولين انا اللي كنقول المسؤولين راهم كيشوفوا كل شيء، الرياضه ما عندهاش قيمه، ما عندهاش بلاصه، ما عندهاش اي اعتبار في هذه المنطقه هذه. الرياضه اخر حاجه كنفكروا فيها في هذه المنطقه ديال الشكايت بها بصفه عامه، اخر حاجه كنفكروا فيها وهي الرياضه. المسؤولين كلشي راه كيشوفوا، كلشي راه بين عينيه، درهم وكلشي بامكانات محدوديه وبامكانات شخصيه وبامكانكم غتلتحقوا معنا الجمعيه. شوفوا حتى الوسط فاش طلعت هذه البطاله، جمعيه يعني عباره عن كراج، ابسط الشروط انها ما كتوفرش فيه ديال الجمعيات الكبار ولا ديال اللي صال الكبارين، ما كاينش شي شروط اللي هي في المستوى يعني على قد الحال. بكل صراحه بكل صراحه اي تعمير المواهب في جميع الميادين، طاقات في جميع الميادين، مشينا للعدو الريفي، مشينا للرياضه فنون الحرب، عندنا بطل في المنتخب الوطني في رياضه الكاراتيه، عندنا في رياضه التيكواندو ابطال في المنتخبات الوطنيه عندنا، ولكن هذا الشيء كله ما كيحرك حتى شي ساكن. المشكله انه عندنا واحد الضوء اللي عندنا في تعميره، الصوره ديال تعميره اللي كتلمعها الرياضه ما كيتلمعهاش شي ميدان اخر، ولكن مسؤولين وتقول ولو التفاته ولو بسيطه لهذا الجريم من الرياضه، يعني اهمال لواحد الدرجه اللي ما تصورش. توجه في ساعه اسري في جامعه اي تعميره في استقبال البطله اللي هي بنت اي تعميره اللي احتلت الرتبه الاولى في بطولات العرب في دوله الامارات، يعني الفجيرات جيتو. تبارك الله على هذه البطله هذه، يعني شرفت اي تعميره احسن تشريف، يعني احنا في امس الحاجه لهذه المواهب هذو الرياضيه اللي دائما كيتالقوا يعني في السماء، يعني في الوطنيه والجهويه وكذلك العالميه. يعني برافو عليهم، برافو عليهم، حنا يعني كنرفعوا لهم القبعه، وكنتمنوا ان شاء الله يعني المزيد من بحال هاد الوليدات هادو انهم يشرفوا الجماعه ديالنا ويشرفوا اي تعمير احسن تشريف. زال عسال يعني بطله المغرب يعني في سنه 2019 هي بطله زال عسال، كتنتمي لجماعه اي تعميره، كتريني في جمعيه الاتحاد للتيكواندو يعني من تاطير الاستاذ حميد حاول هو اطار وطني. هاد البطله هادي كتمتاز تبارك الله عليها باخلاق عاليه يعني دراسيا وكذلك رياضيا. هاد البطله الحمد لله يعني حنا كنا يعني كالناس ديال التيكواندو هنا في اي تعميره يعني عندها مستقبل كبير، وحنا عندنا بزاف بزاف من نزهه العسال، عندنا منها بزاف، وان شاء الله هما جايين في طريق يعني بطلات وكذلك ابطال اللي يعني كنتمنوا لهم التوفيق في البطولات الجايين ان شاء الله. ما كاين بطولات دوليه اللي كاينه في تركيا، راه نزهه العسال ان شاء الله راه كتمثلنا يعني كتمثل اي تعميره وعصبه سوس كذلك في المنتخب الوطني الفئات الكبار وكذلك فئات الشبان، وكنتمنوا لها التوفيق ومزيد من الانجازات ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.